يا صباح الخير والسعادة والأمل والحب والجمال على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال وكل مشاهدي برنامج بيت أميرة وحشتوني كتير كتير معاكم النهاردة مقدمة البرنامج أميرة شعلان يا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم النهارده حلقة زي ما عودناكم دايما ان شاء الله آه تبقى حلقات آه من العيار الثقيل كده زي ما بيقولوا آه ربنا يا رب ييسر امورنا ان شاء الله وتكون حلقة سعيدة وحلقة خفيفة على قلبكم كده ان شاء الله آه النهارده معانا تهنئة قبل أي حاجة عشان نفرح قلوبنا كده ان شاء الله التهنئة باسم الأستاذ أيمن فتحي فودة بالمولود السعيد ربنا يحميه يا رب ويبارك فيه ويحفظه من كل شر اللهم امين وان شاء الله يكون من حفظه القران الكريم ان شاء الله آه الصوره كانت معانا بتاع الطفل يا ريت تنزلوها ان شاء الله باذن الله يبقى دكتور كده وحاجه كويسه ان شاء الله حاجة مشرفه اللهم امين آه نرجع بقى للشيف اللي معانا الشيف اللي مكسر الدنيا الشيف اللي منورنا آه الشيف محمد المراكبي ازاي حضرتك وعامل ايه؟ الحمد لله يا فندم ربنا يحفظك رب. ربنا يخليك نورتنا في, في بيت اميره وحابه اتعرف بقى على المنيو بتاع حضرتك ان شاء الله الرحمن معانا روان تركي مطبوخه تمام, تمام؟ وشكلمه مغربي بالمشمش ما شاء الله يعني روان على اسم بنتي كمان يعني اتفاجئت ان هو تسلم ايدك من حالا ما شاء الله الاشكال تفرح ومبهجه يعني ايام رمضان وداخلين على رمضان آه، كل عام وحضرتك بخير وكل بخير الأمة بخير الاسلاميه بخير وسعاده اللهم امين تمام نبدا كده روان تمام نوع من انواع الكيكات تمام تمام هي آه حلاوتها انها ما بتنضربش بمضرب تمام ما بتنضربش بكبه تمام آه ما بتاخدش اي محسنات هي بتنطبخ على النار فقط لا غير تمام تطلع هي, هي سهلة. حاجة آه خفيفة سهله خفيفه وسهله, وسهلة, وسهلة لاي مع ست, ست بيت البيت. اه خبي... خفيفه وسهله المهم اول حاجه هنحضر العسل العسل تمام. هيشتغل للشكلمه ويشتغل للروان عسل خفيف تمام, تمام. كي. كيلو سكر تمام معانا برده المنيو يا ريت تعرض تمام أوكي. كيلو سكر كيلو ميه نص كيلو عسل جلوكوز <applause> ربع تفاحه تمام أوكي. وسنه فانيليا وسنه ملح ليمون تفاحه بردك عشان تمتص العسل او السكر الزايد اللي في الايه اللي في العسل <applause> تمام تمام معانا دلوقتي نحضر مع بعض ثلاثة حبه بيض 125 كم. جرام زبده ده كله على النار يتحط على النار اه هتنطبخ هتنطبخ ما بتنضربش بمضرب تمام يعني هي ما بتنضربش بمضرب تقلبه بالمعلقه و... بس معلقة. من غير اي ببساطه خالص مع النار على ال... على النار هتنطبخ على النار هتنصب في الفورمه بتاعتنا تمام اوكي وتخش النار تفتحها على النار عادي الفرن عادي ما تهبطش منك تمام؟ الحمد لله <applause> الحمد لله ما تهبطش منك أحسن حاجة لأن الكيكة <تصفيق> دايما <تصفيق> أنا حاولت بقدر الإمكان إن أنا أوه. نجيب حاجة تبقى سهلة لست البيت صح سهلة اللي هي ممكن يا بردك عشان موضوع الهبطان هو عامل المارينج في الضرب تمام لما أنتِ تضربي البيض مع السكر بيعمل مارينج فبيرفع مم. الموضوع ده مش موجود عشان هي ما تهبطش منك في النار تمام؟ عايزين عايزين بردك كنحط... نحط نحط معانا 125 جرام سكر تمام تمام معانا المساعد بتاعه برضو ك... ساعده م. يعني قدم <applause> نفسك بقى وكده <applause> <applause> مع سنه فانيليا تمام وسنه خل اوكي الخل عشان الزفاره سنه خل لا تسكر ما تكتريش عشان طعمه ما يبانش سنه الخل عشان الزفاره معانا تمام ده على النار طبعا ما تسيبشي لازم التني تقلبي فيه م. لغايه لما الزبده تسيح مع السكر تمام مم. تمام اوكي احنا هنكمل مع حضرتك بس لازم ايه تمام نشوف دكتورنا بس برضه. ايه نسيح نشوف الايه الخام العسوله معك. الاموره بجد الرائعه الاستاذه مها احمد ازيك عامله ايه الحمد لله هتقدم الحمد نفسها حمد. وتقول هي شغلها ايه ولو ان شغلها مميز جدا وزي ما انتم شايفين وحاجات تحفه <applause> يا عرفينا خليك. بقى بنفسك وازاي ابتديتي بشغلك وازاي حسيتي ان انت اصلا موهوبه <applause> انا ماما محمد خريجه طيب. باي تكنولوجي حبيت الريزنج جدا الصراحه ماما هي اللي عرفتني عليه تمام طيب. حبيت التداخل الالوان حبيت اني اقدر احط لون على لون يطلع لي حاجه تانية خالص ويطلع لي اشكال جميله اشكال تحفه بالذات تخطف دي. في العين الزرقاء <applause> عايزين الكمل. عايزين نشوفها يا جماعه شكلها تحفه جميله جدا جدا يعني باللونين مع بعض يعني حاجه متناسقه جدا ايوه ايوه م. دي صينيه طبعا طبعا في الاول انا واجهت مشاكل كتير جدا في الاول ما كنتش واخده على الخامه م. بس في حاجه تقيله لا. وفي حاجه خفيفه اه ما هو على حسب السمك على حسب السمك يعني لو طبعًا. هي سنتي بتبقى تقيله طبعًا. انما لو 8 من 10 بتبقى كويسه فطبعا باخد يعني باخد على الموضوع شويه شويه يعني م. دي اول واحده عملتها فتلاقيها اتخن شويه أوه. اتعلمت م. فيها في دي بقيت ارفع فما بقتش تقيله وهكذا أوه. فشويه هي شويه بعالج ب... الحاجه ايه ب... اكتر حاجه يعني صعبه قبلتك يعني انا ش... شايفه الحاجات دي هل بتب... بتبقى وهي... بالنسبة لك صعبة؟ بصي هي دي سهلة، دي بنصب في قالب، مم. قالب جاهز بيتصب فيه فبتبقى سهلة، مم. الصعب هو ال... ال... الصب الحر، الصب الحر مم. دي أول تتمسك حاجة أنا عملتها فشكلها حتى مم. مختلف عن باقي الحاجة فعلاً أيوه فدي صب حر، مم. بيبقى أصعب طبعاً لأن ما بنبقاش متحكمين في الشكل قوي القوالب هي اللي بتبقى أسهل بكتير طب يعني الالوان هل الالوان انت بتعمليها متناسقه متناسقه يعني حد بيشتغل معاكي بيقول لك لا اللون ده احسن من اللون ده لا انا هو بصي هو ماما بتساعدني كتير جدا شوفي يا جماعه تداخل إيه الالوان إيه تحفه برضك وجميل ده أوه. ابيض داخل فيه سنه بينك أوه. علشان تدي تدي افكت بينك شويه يعني. لا والبنات دلوقتي يعني بتحب الحاجات المميزه الحاجات اللي ليها بس أوه. ففعلا لا عايزه حاجه ليكي بس يعني حاجات تحفه عايزه برضو تقولي اسم البيج بتاعتك تركواز تركويز تركواز تمام اي حد يحب ان حتى في أي... فيديو لو هينزل مكتوب عليه اه تمام ال... الفيديو برضك موجود معانا ينزل في باذن الله تمام اوكي والبينك بقى يعني البنات بيحبوا البينك جدا اه دي مطلوبه مني بالورد ده الورد ده انا اللي مجففاه مع البينك تحفه الاحجار دي أو. اه عرفينا بقى مامتك اذا كانت موهوبه موهوبه في الريزون برضك ولا ماما هي اللي عرفتني عن الريزن آه من حوالي سنتين كده بس ما كنتش عايزة أخش فيه قوي ساعتها دخلت فيه من هو صعب كنت حاسة إنه صعب بس مبهر كنت من أوه. كتر الابهار اللي بشوفه في الفيديوهات وكده كنت بقول لا مش هقدر انجز فيه <applause> اي حاجه لغايه من 8 شهور خدت الخطوه بقى قلت <applause> لا انا هجرب واللي يحصل يحصل اه تمام جربت بوظت كتير ما هو أيوة. شفتيها هو بايظه <applause> خالص لا 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 بجد والله في حاجات دي ممكن جميله برضو تتحط تحت كاسه او أيوة كدا. أيوة. جميله بس ما ما يقستش يعني <applause> وبرده ماما بتساعدني جامد في تدخل الالوان تقولي لو عايزه لون كذا حطي عليه كذا وكذا وهكذا دي بردك اه دي ازاي؟ دي, دي, دي ما بنقطعش عليها دي دي تقطع دي بنقدم عليها الاكل مم. علشان طيب. السكينه وكده بتعلم في الـ في الريزن أوه. بتعلم فيه دي. وخطر تطلع آه الماده يعني لو اتعمل فيها السكينه زي التيفال بالظبط بنعملها نفس معامله التيفال بالظبط فنجا بنضفها علشان ما يحصلش فيها اي تجريحات طيب. بنقدم فيها الاكل يعني انت خدت وقت كبير عوال يعني ما تدربتي و... على بال ما خسرت خامه طبعا عشان اتدربت <applause> كتير قوي خدتي كورسات طيب يعني اه أو خدت, خدت, خدت كورس تك... في اول أوه. الموضوع فادني جدا مع استاذه رنا درويش يعني علمتني الاساسيات وبعديها انا بقى ايه خدت انا طريقي بقى م. يا ترى ايه اللي بيميز شغلك بقى عن اي شغل تاني زي ما احنا شايفين كده؟ بصي بصي هو لما بيجيبولي صور من على النت او كده عايزين حاجه زي دي الحمد لله يعني بحاول اطلعها اطلعها اقرب حاجه للي في الصوره م. والحمد لله ما فيش حد اشتكى خالص من ان اللون مختلف او كده ده صعب ان هو يبقى موجود في حته م. وكمان عشان انا واخده الموضوع هوايه فببقى طبعا متهاوده في السعر شويه غير الناس اللي بتبقى واخداها تجاره انا بحبها هوايه كهوايه ليا فالاسعار بتبقى اقل من الطبيعي يعني الحمد لله يعني احنا نس. شايفين الفيديوهات بتاع حضرتك الجميله والبيدج يعني عليها عدد يخليك. متابعين كتيره جدا ومن كل انحاء العالم فما شاء الله يعني بجد جميل وحاجه جميله ما فكرتيش ان انت تقدمي انت كورسات اللي يعني حد لو حابب ان هو الموهبه او كده ان انت تقدمي كورسات والله بفكر بفكر اعمل كده بس محتاجه <applause> اول واحده اكيد اكيد, أكيد. أه بفكر اعمل كده فعلا بس مستنيه برضو يقابلني مشاكل ثاني في الريزن واعرف حلها بحيث إن, ان اي حد يسالني اي حاجه يعني اكتسب خبره اكتر هنشوف برضو فن... راي الشيف معانا يعني ايه رايك يا شيف بسم الله ما شاء الله حاجات جميلة جدا بسم الله ما شاء الله هتقدم بقى عليها جداً. النهاردة لا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله خالص حاجة بسم الله إيه ما شاء الله ايه الأخبار عندك بقى؟ تمام كده. بنسيح الزبدة بس عشان تبقوا معانا لحظة بلحظة مش عايز أعمل أي حاجة غير لما تكونوا أنتوا معايا تمام كويس تمام, تمام. عشان دي لو سخنت تمام عشان بيض على النار تمام لازم الزبدة تسيح مع السكر تمام مع الإيه؟ مع البيض ساحت فكت يا دوبك تدفه تدفى لا عشان دي تركب بتاعت روان لازم تدفى فقط لغيره غير وبعدين انزل عليها ب 125 جرام دقيق و50 جرام جوز هند و20 جرام سميد مع نص باكو باودر طبعا بعد التقليب بعد التقليب يعني اول ما تدفى ما آه. توصل المستوى اللي انا يا دوبك كله دافى قدامي تبقى دافيه مم. بس مع نار هاديه خالص مم. لا فعلا حاجات جميله وان شاء الله باذن الله ناكلها كلنا ما تخافيش اكلك منها استاذه مها طب عايزه اعرف يعني شخصيتك انت حابه وحابه الموضوع لدرجه ان انت ممكن تقدمي تقدمي حاجات اكتر من كده في معارض في آه يعنى فى حاجات برة تطلعى برة أيوه ماشى تسافرى تاخدى جولة على فكرة ده إيه موضوع كبير الريزن ده يعنى بحر وعلم زى ما بيقولوا كده منتشر برة جدا وبرة بيقدروه جدا عشان هاند ميد أوه. بيقدروا اي حاجه هاند ميد لا فعلا الهاند ميد مجهود انت بتعملي حاجه فعلا بتفكري بتصممي الحاجه بتاخد وقت منك كتير قوي كتير اه عرفينا أصلاً... مده مده الحاجه ممكن تخلصيها في قد ايه يعني مثلا لو صينيه زي دي من 10 ايام مثلا لاسبوعين اوكي اه أو لان مم. بنعملها على كذا طبقه مم. طبقه اللون طبقه بعد كده يعني بتدي اللمعه اللي من فوق دي آه. طبقه ثاني وهكذا وطبعا الدهانات اللي بتبقى في الحروف زي الفضي ده برده بياخد ايام طبعا آه. بعمل الدهان ده كذا كذا يوم ورا بعض علشان ما يتجرحش بسهوله ما يتشلش بسهوله وقت الغسيل او كده تمام فهو يعني استخدامه حتى جداً. في الغسيل بسيط بسيط اصل كده كده هو ما بي... هو كده كده اصلا الفنجا الصفرا دي اه لان أوه. هو كده كده مش هيلزق فيه حاجه مم. ما بيتقدمش فيه مثلا حاجه تعلم او كده لا خالص مم. كلها بتبقى مخبوزات فاكهه كده يعني يعني حد طلب منك شكل معين وانت طلعتيه احلى من أك... دي طبعا يعني البينك دي البينك دي انا عشقاها الصراحه وريها لنا كده بردك <applause> يا انتي بينكي برضك <applause> يعني انت مطقمه بينك بردك معاها عشان انا اصلا بحب كده تحفه والورد ده مجففاه وحاطاه مال خدت منك وقت قد ايه؟ لا دي خدت مني اسبوع امم اسبوع <applause> بجد جميله يعني يا رب بجد ربنا يخليك يا رب حابه تشكري مين بقى في بيت اميره يعني <applause> حابه اشكر اهلي بابا وماما الاساس يا رب. <تصفيق> <تصفيق> يا رب اللهم امين <applause> يعني مشجعيني الأولادين والكبار كمان اكيد ربنا هم الدعم ليكي يعني الدعم الاول ليكي طبعا بالزبط. ودايما بيدوني ملاحظات لا بصي يا مها دي فيها أوه. كذا غلط دي فيها كذا غلط ظبطيه المره الجايه وهكذا لغايه ما الحمد لله بدا الشغل يعجبهم جدا <applause> واحب اشكرك طبعا <applause> فرحانه قوي اني اني عرفتك وقبلت بيكي بجد ربنا يخليكي عايزة, عايزه اقدم الهدايا عايزه اقدم لك دي حبيبتي تسلمي له والله يا ربنا يخليك يا رب تسلمي لكل زوم يعني تسلمي ربنا يخليك يعني هنشوفها مع بعض انا بحب اوردي كل حبايبي يعني كل حاجه بجد كسترات على شكل البحر جميله يعني انت عارفه ان انا بحب لون السما ولون البحر يعني <applause> جميله وتسلم ايدك يا رب ربنا عجبك كلك الذوق بجد يعني اتشرفت بيك طيب نفسك بقى في ايه يعني تختمي بيه الفقره بتاعتك نفسك آآ آآ حاجه مستقبليه ليكي بردك او على مستوى العالم كله يعني <applause> زي ما قلتي احب جدا طبعا اعرض في معارض تمام دوليه وعالميه باذن الله يعني واحب افتح جاليري ليا باذن الله و... وكمان في 10% خصم لاي حد هيتصل النهارده من المشاهدين بتوعي ان شاء الله باذن الله, كله كل شاهد النهارده يا جماعه النهارده في عروض وحاجات جميله جدا تسلمي لي يا حبيبتي والله بجد تابعونا على بيت بيت اميره هننزل ارقامها وكل حاجه والفقره كمان بتاعتها ان شاء الله تنزل كمان ادعموها جدا لأنها تستاهل كل حاجه بجد ذوق جدا وكانت راحه خفيفه معانا الحلقه والفقره يعني خلصت على طول بس بجد شرفتينا وان شاء الله تتكرر شرف حبيبتي باذن الله تسلمي لي حبيبتي كل ذوق الفقره خلصت معانا فقرات جديده من بيت اميره استنونا اوعي تروحوا في اي حته